بات مصير مدينة إدلب في الشمال السوري حديث ساعة، خاصة بعد تهديد الرئيس السوري بشار الأسد بنقل المعركة إلى إدلب، في حين أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا أن موسكو تدعو المعارضة السورية المعتدلة بالتعاون مع تركيا لحل مشكلة تنظيم جبهة النصرة في المحافظة، مؤكدا أنه ليس هناك حديث حول أي عملية عسكرية واسعة في إدلب، فيما تكثر الأنباء عن تفاهم بين موسكو وتركيا ببقاء إدلب تحت سيطرة قوات تشرف عليها تركيا إلى أن يتم الانتقال السياسي وتدمج لاحقا تحت غطاء النظام السوري. بعد الجولة العاشرة من أستانا عاد ملف محافظة إدلب إلى واجهة الأحداث، فوسط تضارب الأنباء عن اقتراب عملية عسكرية سورية للسيطرة على المحافظة، قال رئيس الوفد الروسي إلى أستانا إنه لا حديث عن حملة عسكرية في الوقت الحاضر. يتقاطع هذا الكلام مع تصريحات سابقة لمندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، والذي لوح بالعملية العسكرية لكنه لم يستبعد التسوية. هذا ويبقى الموقف الإيراني غامضا من ملف إدلب، فيما اعتبرت مصادر صحفية أن هناك تباينا بين موسكو وطهران حول مجمل الوجود الإيراني في سوريا انعكس على إدلب، حيث يطالب الجانب الإيراني بتسريع العملية العسكرية هناك. من جهتها تحاول أنقرة استباق الأمور لتجنب معركة جديدة من خلال طرح خطة تقضي بتسليم جيش الفتح لأسلحته الثقيلة والمتوسطة، هذا وبلغت المفاوضات بين دمشق والأكراد مراحل متقدمة قد ينجم عنها مشاركة قسد في معركة إدلب. لذلك اعتادت الدولة السورية أو الإعلام الرسمي أنه أن لا يسلط الضوء بقوة على أي حدث سواء عسكري ميداني أو على أي حدث سياسي إلا إذا كان هذا الحدث أنجز. وسط كل هذا ينتظر المدنيون في إدلب بقلق بالغ أي معركة مرتقبة مخافة اضطرارهم للنزوح مجددا. وأعود إلى ضيفه السيد رافع بطريف والسيد أندريو أنتيكوف. أبدأ معك السيد رافع، أيضا مصير محافظة إدلب كان على طاولة النقاش في أستانا، واليوم بدأت تتضح الأمور، وقيل بأنه كان هناك خلاف أيضا بين الدول الضامنة حول مصير المحافظة. من قبل النظام السوري يقول بأن العملية عسكرية وشيكة على محافظة إدلب، روسيا لا تتماشى مع هذا الموقف بشكل كامل، وحديث عن تفاهم مع تركيا، كيف تقرأ الأمر؟ يعني الصورة باتت واضحة الآن، يعني هناك أطراف معنية في الوصول إلى حلول سياسية وليس حلول عسكرية. يعني في آخر المطاف الأراضي هذه هي أراضي سورية وهذا هو المفهوم، والمهم في ذلك هو تصنيف الفئات المتضاربة في الساحة الميدانية. هذا الشيء الذي يصنفوه، إن كانوا تتكلموا عن جبهة النصرة وإن كانوا يتكلمون عن الجيش الحر، الجيش الحر من ناحية من نظرة السورية هو جيش الذي ممكن أن يتماشى معه النظام ويتواصل معه إلى حلول مبدئية تكون في آخر المطاف ينضمون إلى المفهوم السوري ما بعد هذه الأزمة. ولكن في هناك فئات أخرى التي هي متضاربة وتتضارب سياسيا وعسكريا في الساحة الميدانية، مثل جبهة النصرة وعدة فئات الذين يصنفونها كإرهابية، يريدون بالتفاهم سوري روسي تركي. يعني حتى هنا أعطاء تركيا مكانة، لأن هناك ينظرون إلى تركيا لها القدرة أن تؤثر على الجيش الحر الذي يحارب في مناطق المحادية للحدود التركية، وهناك يكون مفهوم أن الأتراك يتمركزون في مناطق بدائية لكي يحافظوا عليها لإعطاء الجيش السوري القدرة محاربة الفئات الإرهابية الذي متفاهمين عليها، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت روسيا وإن كانت أيضا تركيا وإن كان أيضا النظام السوري. نعم سيد أندري، ربما لأول مرة نسمع تناقض بين النظام السوري وبين موسكو. النظام السوري هدد بعملية عسكرية وشيكة على محافظة إدلب، وموسكو تقول لا يوجد أي حديث عن عملية عسكرية قريبة، والحديث ربما عن تفاهم مع تركيا بهذا الصدد. ما هي وجهة موسكو إزاء هذه المحافظة؟
أولا إذا نتحدث عن تناقض ما بين الموقف الروسي والسوري بخصوص شيء أو شيء آخر، فخلال هذه الأزمة شهد أو سمعنا عدة مرات بأن هناك أو سمعنا شائعات بأن هناك خلافات بين موسكو ودمشق، ولكن بإمكانياتنا تنسيق هذه الأمور. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك نعم كثير من الصعوبات في محافظة إدلب، هناك كثير من العناصر من المسلحين من المتشددين هذه الناحية. الناحية أخرى هي أن ما يقلق روسيا بشكل كبير جدا، وهذا بكل صراحة، هو الملف الإنساني، لأن كما تعلمون تم سحب المسلحين من مناطق المختلفة السورية خلال المعارك الأخيرة باتجاه إدلب مع عائلاتهم، وهذه المشكلة كبيرة جدا بالنسبة لروسيا. وكذلك نعم العمل التركي والرفض التركي لإجراء العملية العسكرية هناك، هذا طبعا مجال لتنسيق أكبر بين روسيا وتركيا ودمشق وحتى إيران. نعم، لذلك قيل بأن حتى في أستانا كان خلاف بين الدول الضامنة بين تركيا وإيران وروسيا حول قضية محافظة إدلب. إلى أي مدى برأيك هذا الخلاف حقيقي؟ وبما يتعلق بالقلق الإنساني لروسيا حول محافظة إدلب، قامت روسيا في الآونة الأخيرة بفتح ممر إنساني من محافظة إدلب لخروج العائلة. صحيح، نشاهد يعني فتح الممرات الإنسانية، وهذا كما حدث في كثير من المعارك الأخرى، حلب، الغوطة الشرقية، درعا وإلى ما هنالك. أما ما يجري على الساحة السياسية وكل هذه الأمور مع تركيا مع روسيا، في الحقيقة كانت هناك في السابق وسائل الإعلام نقلت بعض الأخبار بأن تركيا سلمت لروسيا ما يسمى بورق البيضاء، أي مجموعة الاقتراحات بخصوص حل الأوضاع في إدلب. ومثلا هناك الاقتراح بخصوص أن تركيا ستقوم بإجماع كل المجموعات المتواجدة في إدلب، وستحاول أن تقنع لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى أنقرة. أنا في الحقيقة لا أعرف إذا هذه المعلومات حول ورقة البيضاء صحيحة أم لا، ولكن الموقف الروسي هو أن يجب أن ننتظر الآن، ويجب أن ننتظر الخطوات المعينة من الجانب التركي. وفي نفس الوقت الموقف الروسي كذلك كانت واضح تماما عبر عنه لافرينتيف، هو قال أن نحن لا يمكن أن نوافق ونقبل الاستفزازات المستمرة. وأنا أود أن أذكر أن خلال الفترة الأخيرة نشاهد عدة محاولات لضرب قاعدة حميمين من محافظة اللاذقية التي تسيطر عليها المسلحين، يعني جزء من اللاذقية طبعا. فلذلك أشار لافرينتيف بكل صراحة هو أن الصبر الروسي لن يطول أبد إلى الأبد، أو لن يطول طويلا. نعم، ربما أعود لك سيد رافع، وبالنسبة لتركيا ويقلقها تركيا ما يجري من حديث حول محافظة إدلب والشمال السوري، ودعنا نقول قوات سوريا الديمقراطية الأكراد أيضا قالوا للنظام السوري وهم مفاوضات مع النظام السوري نستطيع المشاركة في حرب محافظة إدلب إلى جانب الجيش السوري. وليس بعيدا من إدلب في الشمال السوري هناك منبج، هناك قوات أمريكية، هناك توتر مع تركيا. تركيا ليست بموقف سهل بالنسبة لهذا. تركيا ليست بموقف سهل، ولكن علينا أن نفهم وتطرق لذلك ضيفك. المهم هنا أن تصنيف من المؤسسات أو الرموز. نحن نتكلم عن رموز في الساحة الميدانية. ما هي الرموز؟ الرموز هي نتكلم عن سيادة. سوريا يوجد عندها سيادة، الأتراك لهم سيادتهم كدولة مستقلة لها سيادتها، روسيا كدولة التي هي تدخلت في الشؤون السورية وتريد أن تكون هي الوسيط الذي يحل الأزمة، وهنا الولايات المتحدة الأمريكية تدخل. وفي هذا النقطة هناك تضارب بين هذه المؤسسات أو بين هذه الدول،
وهنا اللعبة الكبيرة، هنا اللعبة الكبيرة من ناحية روسيا تريد أن تقوى النظام والأكراد في 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 خانة واحدة، والولايات المتحدة الأمريكية التي هي حليفها الأتراك الذي يهمها أيضا أمر الأتراك الذين يتناقض المسار التركي مع المسار الكردي الذي يريد أن يبرهن أن له سيادة وله شرعية ليكون مستقلا في المستقبل، ومن هذه الخانة يذهبون الأكراد إلى الجيش السوري ليتضامنوا معه لمنع كبح المفهوم الكردي في هذه المنطقة. ولأجل هذا الشيء أظن هنا يوجد التناقض، ولكن الدول العظمى تريد هنا كل قوة على حدة أن تقدم وتعمل على نقاطها الأساسية وبرنامجها العسكري الاستراتيجي السياسي في المنطقة. نعم سيد أندري، ربما الآن نحن في مرحلة توتر بين أنقرة وواشنطن، لكن يقال بأنه على المدى البعيد التوتر الحقيقي سوف يكون بين موسكو وأنقرة، خصوصا بأن موسكو قالت طيلة الأزمة أو الحرب السورية بأنه في نهاية المطاف يجب خروج كل القوات الأجنبية من الميدان السوري، ومن يتابع الشمال السوري تحت رعاية تركية واضحة في نهاية المطاف بوتين عليه أن يقول لأردوغان حان الوقت للمغادرة. نعم بكل تأكيد، لكن أردوغان مصر على البقاء في الشمال السوري وقال ذلك أمس، ولكن في نفس الوقت نشاهد البيانات بعد مثلا الجولات في أستانا بأن هناك ضرورة لاحترام الوحدة الوطنية السورية. أنا في الحقيقة لا أستبعد أننا سنشاهد في وقت ما تناقض بين روسيا وتركيا أو بين روسيا وإيران بملف أو بملف آخر، ولكن على الأقل الآن نشاهد تنسيق جدي بين موسكو والدول أو دولتين آخرين يعني تركيا وإيران، وهذا شيء مفيد جدا. ونعم في نهاية المطاف نحتاج إلى سحب القوات التركية من سوريا، والآن نحتاج إلى تحركات معينة من الجانب التركي بخصوص الأوضاع في إدلب، ولكن من يعلم ماذا سيكون بعد. نعم لعل تركيا نعم سترفض خروج، لعل لا يعني. نعم سيد أندري، سؤال آخر. نعم، وكأن النظام السوري يرغب بالفعل بمواجهة عسكرية في محافظة إدلب، والطرف الروسي يرغب بحلول سياسية في الميدان السوري وفي إدلب، وهنا أيضا يوجد تناقض بالنسبة للموقف السوري. روسيا طالما قالت بأننا لا نرغب بالتفاوض أو باتفاقات مصالحة مع منظمات إرهابية، ومن يتواجد في إدلب روسيا تعرف وكأنهم منظمات إرهابية، وهي الآن تبحث عن حلول ومصالحات إما من قبل تركيا أو من قبل أطراف أخرى. كما قلت نحن الآن نحتاج إلى تحركات معينة من الجانب التركي. النفوذ التركي في سوريا، في شمال سوريا، في إدلب معروف وهو نفوذ قوي جدا، وأنا أعتقد هذا التناقض أو إن صح التعبير تناقض بين روسيا ودمشق، أنا أعتقد هذه الآن هي فقط الشائعات. نحن بالتنسيق كامل مع السلطات السورية، طبعا قد تكون هناك رؤيات مختلفة وهذا شيء طبيعي جدا، وهذا ما شاهدناه في عدة مرات السابقة، ولكن في النهاية نحن نتوصل إلى تفاهم ما بخصوص كيفية التعامل مع المنطقة والمنطقة الأخرى مع المجموعة والمجموعة الأخرى. نعم، مع منطقة خفض التوتر وما هو. نعم نعم سيد أندري أنتيكوف محلل سياسي روسي كنت معنا بث حي مباشر من موسكو، شكرا جزيلا لك، وأيضا جزيل الشكر سيد رفع أبو طريف خبير في الشؤون العسكرية. أعزائي المشاهدين سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده لمتابعة الملفات المتبقية. ابقوا معنا.